ممتاز. ايوه البطاقة الحمراء، إذا أعطيتك بطاقة حمراء وقلت لك لمن تخرجها محمود قندوز الآن، لمن تخرج البطاقة الحمراء في الساحة الرياضية الجزائرية؟ الساحة الرياضية إذا حبيت تقول أسماء قل أسماء. والله يا بطاقة الحمراء يعني نعطيها لصديقي وأخوي حافظ دراجي. أها حافظ دراجي واش دخلوا في الساحة الرياضية؟ بصراحة يعني روج الحملة تاع كره فريق تاع الجيل تاع 82 و86، وكان عنده مشكلة مع رابح سعدان فقط. والله بصراحة أنا نقول لك يعني هذه جات فرصة لي نقول يعني تراجع على هذه الفكرة نتاع، لأن كنت في كأس العالم في 2014 في كنت محلل في قناة اسمها سكاي نيوز عربية أبو ظبي، بعد مباراة ألمانيا أو كوريا قال كلام يعني مش مليح على جيلنا مش على محمود لأن يعني أقوي فحافظ، قال أن هذا الفريق يعني يمحي أسطورة 82 وهذه ما عندها حتى علاقة مع هذه، لأن صراحة يعني الكره اللي كرهونا احنا يا 82 هذه هذه يعني مش نقول لك احنا احسن، ولكن ندافع على جيل كنت تنتمي اليه، على جيل اللي مطلب ولا شيء، يعني كان كنا كونسيديري هذه كوم ان دوفوار، يعني ما كان عندنا حتى شيء، وهذاك الشيء يعني احنا كونتنا الجزائر، يعني لما اليوم نتكلموا نقول لك كنا نكون الجزائر كانت تكون لاعبين بمستوى عالي، وهذا الناس حبوا يمحوا هذيك الشيء اللي يعني تشوف هذه المشكله تاع الاجيال هذه مشكله اختلقها البعض، وتشوف اللي حافظ الدراجي كان وروج عليها وتبعوها ناس ويعني يلعبوا بالعاطفه وهي غير موجوده هذه المشكله تاع الاجيال. احنا يعني مثلا الجيل تاعنا انا نشوفها في عيونكم محمود قندوز ابدا، نشوفها في عيون رابح ماجر عندما تسعد الجماهير بمحرز وسليماني، شوفها في عيونك انت، وهذا من حقك لانه انت صنعت مجد في سنوات سابقه، شوفها في عيون علي بن شيخ ايضا لما يتحدث على محرز. لا 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 لا. ولكن يجب ان نقبل قواعد الحياه، هذه هي ابدا ابدا يجب أبداً. ان نحترم القديم حبوش صح صح. يعني الجديد حبوه القديم لا تفرط فيه صح في نهايه صح المطاف صح. ولكن مش كل اخي العزيز، لان بصراحه راكم عرفتونا اذا كان اليوم احنا تكلمنا على جيل او جيل او سبينا جيل او سبينا واحد يتقدم في البلاطو، ولا نسبوا ولا نشتموا، ندافعوا بس على كورتنا وهذا بس.